طب ده لو اتكلمنا عن المباراه تحديدا، لكن لو اتكلمنا عن الدوري بقى والموسم الجديد برضه، حضرتك بتشوف ازاي التنافس في هذا الموسم؟ يعني برضه في كتير من الفرق يعني عملت زي ما تقول غزت الفرق بتاعتها وصفقات قويه جدا، يعني في اعتقد هيكون شكل تنافسي جديد يعني او اقوى. برافو عليك يا نهاوند، بصراحه ده سؤال جميل فعلا يا كريم. احنا بقى لنا سنتين مجالس الادارات بدات تشتغل باحترافيه بشكل كبير، يعني بقى بيختار مدير فني على اعلى مستوى للمرحله اللي هو طالبها من خلال الاستراتيجيه بتاعته. ثانيا تدعيم الفرق، احنا شايفين ما شاء الله الفرق اللي طالعه والفرق اللي موجوده والفرق المربع كل ده دعم بشكل كبير جدا، وده اللي ادى قوه وقيمه للدوري العام بقى لنا سنتين. درجة السنة اللي فاتت احنا مش عارفين مين بطل الدوري لاخر اسبوع، يعني عمرها ما حصلت. النادي الاهلي في السنوات اللي قبل كده كان بيحسمها قبلها باربع اسابيع خمس اسابيع، لكن العام الماضي كان دوري قوي جدا وشيق. فضلنا نحاد يمكن اخر مباراة مش عارفين مين بطل الدوري. عايز اقول لك المستجدات كمان بالنسبة للتقنية اللي هتبقى موجودة بالنسبة لإذاعة المباريات هتبقى على أعلى مستوى، الملاعب بقت كمان على أعلى مستوى، اتحاد الكرة بدأ يعمل لنا جدول والرابطة اللي مضاف علينا بقيادة النائب أحمد دياب، إضافة جديدة كمان بالنسبة أول مرة نعرف حاجة اسمها رابطة الأندية. بقى في شغل بصراحة من منظومة رياضية في مصر. بصراحة تشوف لقطات للفار من النوع اللي كنا وقفنا عنده قبل كده كتير، اللي هو تبقى واقف قدامه عاجز. المفروض ان الفار مهمته الرئيسيه احقاق الحق بالظبط، ده ما كانش بيحصل في كتير من الاحيان. فكرك التفصيله دي برضو ممكن تتغير الفتره الجايه، يعني نتمنى احنا كمان. يمكن الفار اثر علينا يمكن السنه اللي فاتت باكثر من 15 بونت فرقوا معانا، فنتمنى الفار طبعا لجنه التحكيم انا عارف ان هي دخلت معسكرات وبدات يبقى فيها عندها استعداد بشكل قوي جدا للدوري العام، وعلى اساس ان هم كمان ما يقعوش بقى في الاخطاء بتاعت السنه اللي فاتت. ورد الاخطاء لكن ما تبقاش بالكم ده. يعني عايزين حاجات كده يعني فرديه، حاجات خارجه عن ارادتهم. لكن السنه دي الظاهره ملفته للانظار بالظبط، الظاهره السنه اللي فاتت كانت صعبه قوي، لكن السنه دي افتكر ان كل الاجهزه بدات توضب نفسها وتشتغل باحترافيه بشكل كبير جدا استعدادا للدور القوي اللي جاي هذا العام. حلو قوي.